السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله شرفت يا كرام الله بدن أدباريني السلام إن يكسر دوادا كان الكين عافيماتك الدكتور كعافيماتك غويسك مقالكم وحين كسر قادنا إنما ينكج هل لدورنا فيتامين هدي على قادته وات كونسبشن يوفى يوسين ات كسر ميسون وسي غير العادية على قادته أما قادتو هاي داوس أما أوفا داوس واقعين غير العادية أو ترادي لغو تلاقى لأي كبادان حتى قادتو أولي باك قادان يساوي هاي كلا سمايو فيتامينادو نوعية كالدوان باي قفكا جلكي سايكو سوقلان مدوحا ويان قيب تدبيعيقا أما اللي راحضون ناتشرال سورسيس كايني كاقا يمادان هاتي قدارتا نقوطي هاتي عمتادا نقوطو يهدي عبيتانكا نقوطو إلى كوا أي كغني مادن قارنا ومن مين سورسيس وقيبت ابن آدم كصمي قارهان قيبت كيميستيس كصميان هذا فيتامين كان وفيتامين هذا أي كيميستيس كصميان هذا سقير عادي أو قادته يعني كده خاطير تو أي قرآن الفرمسية ده يالا أما جوبها ده خاطير تيالا أما جوبها عافيمات كيالا فيتامين كان هذا سقير عادي أو قادته وحاو اسكو بدلا انو نغو تاكسايتك اما انو مركا چركا سنيو او ديباتيو او وحيو لو قيستو قارهان وحاو سميا سادحدان هاريسود اي عافيماتك چركا ايو خطركو يهي سادحدان بانو كوغو سببا قولوكا كوبان وحاو كوغو سببا اي ريكولار هارت بيت انا ديسكو عرقتو ودنا هاغو انو سي قير العادية او قراعميو حليه كلا دوان قراعميو حنون اتكدري ميسيد لباتا اتكدري ميسيد با درينتا ومركا اتقادت فيتاميك لا فيتامين دي نو عيسى لسميو افرمسيسكو يقوب حينتا بدن كميستيسكو اي سميا ونوع لسوي يبسدو ايان قدارتا يعنتدا يهيلب كان لغا هلين هالستاسا يو ابو راو دين عوضنا هايو لباتا نو عاسا و كاغا سبب ايا و چلكا اغا ايو غارسين ايا انا سي سايدا و قادتون فيتامين يدوا مننا ما هبونا هاد دبا يساقوا و كسي حاك چرا و رباتي اسو كوكين ايا و نهو كو چيد ميدونا و كو غراع ميدونا و كو حنون ميدونا دال باد كدريم ايسا و نهاقو كنفلشن اي اوفا بيتين بو سمين ايا انو كو غراعمو و كو غريرو و مركا حيلي سي مركز عن سيدي صحدا هين كو قراع ماي سكر وقلدن بو كو قراع مايا قد حدر كيدا ينا ينو يالانو ايانو سيبا لارن اينو سكوكو عي قلنين قولو كاللباد وحاو كوكو سمين ايا اينو كوكو سمين ايو ويت لوس اينو مركز ميسان كاگا وديمو او ميسان كاگا آدو بابيو او ضعيفيو وعوو دادو اي فاتيق نقوتا دبعان بادن درينتو و ميسان كي كيركاغو و هوصر دعو قولب كانو و كوكو سببا و اولي يهي و نو عيسى لسميه اي كنينيغا اما تابلتكا اي ساقو سميسان فيتامين دي او سميسان هداد استراد استعمال حد اعضو يركا قاد خطره سواد بيو بدن يهين و حيابها كلاي دبعا مركا اوود و ضعيفية لدريما و حكم دا كليحانو و حكم دا مركا اينا قفكا كاديد و اي قفتو وحكم إذا إنه بيرك حنونه لباتوي كلا أيو ميسانك أو ضعيفنا يو قرما هي هل سأيو لي هي وينو مركا قفكو يسكو أركم هذا حنون يو إنه ضو خضين يو أو مركا كونفيشن فربدا كفرني هي أو ديسوردر فربدا ودريم يو أيا الله أركا قلبك لا صدحان إيسا جنا وصاب وحوي أنا وعمتيت كجبيها هم بقفك كحرو هدي الله قاتو الله استعمال inu ku sameeyo appetite loss wax la yiraahdo oo abadeeskaaga inuu jirka ka saaro oo cuntadaad cuni kari waydin oo marka waxaad isticmaali kareysaa haba yaraatiyaan ay jirin oo adaan iyo tabcaan farabadan aad galayso oo dhibaatooyin farabadan aad ka dhaxlayso ayaa la arkaa qofka hadii abadeesku iska istaagana waxa ku dhacaya halis farabadan waayo qofku meesha uu ka helay energy ee uu caafimaadka ka helo ايو فيتامينا دا كهيليا ايو معدنها كهيليا وعنتادا عنتادا هديو قفكو عوني وايو قارهان عنتوايك لدوان هديو الحيسين وايو
oo dhadhan iyo macaan ay u qaban waayaan, waxaa la arkaa qofkaasu inuu markaa uu fatiig noqdo, inuu daalo, inuu weakness sareeyo. Marka dambe diminishing ability ayaa ku dhacda, capacity iyo awooddiisa ayaa dhacda, energigiisa ayaa hoos u dhacaya, wuu daciifaya, xanuunada ayuu lugnaanayaa. Qofka haddii jirkiisu daciifo oo difaaciisu daciifana, waxaa ka faa'iidaysanaya uraha la yidhaahda an opportunistic pathogenka ee fursadaha ka faa'iidaysta, hadday noqoto bakteriyada iyo hadday noqoto fayraska, waxaasoo dhan baa soo weeraraya oo jirkiisa soo galaya. haddaba waxaynu iskaga degaynaa faytamiinka la yaa faytamiin D. Koobo kala duwan baa laga helaa, kalluumyada noocyadooda kala duwan ayaa aada ugu badan marka uu dabeeciga yahay. Marka uu dabeeciga yahay inaad qaadato ayaa qurux badan. Canaha qudhooda waa laga helaa. Waxaa kale oo laga helaa qudaarta iyo fruitiska labadaba waa laga helaa. Waxyaabaha kale ee laga sii helo waxaa ka mid ah qofku ka heli karo inuu qaato liimaha, iyaguna sidoo kale aada baa looga helaa. Cadceedda ama sunlightka ama raisiska inta badan ka yimaada cadceedda ayaa iyagana laga helaa, oo runtii xanuunkan cafwan laga helaa faytamiinkan. markaas goobaha dabeeciga ayaynu kula talinaynaa dadkeenu inay qaataan oo ay uga faa'iidaystaan. laakiin isagoo markaas lasoo sameeyey oo lasoo warshadeeyey oo kimisti sameeyey inaad soo qaadato adigoo jirkaaga aan la cabirin, faytamiinka kaa dhiman intuu leeyahay aanad ogaanin, faytamiinkaad u baahan tahay aanad ogaanin, xadigaad uga baahan tahay faytamiin D aanad ogaanin, aad iska isticmaashaa tiraahda lafahan ku weyweynaynaya ama lafahan ku korinaya, arintaas waa khatar weyn. marka dambe calcium fara badan buu iyo potassium badan ayuu samayn karaa oo xagga dhiigga runtii kicinaysa, oo markaana xanuunada dhiigkarka ama hypertensionka ayuu halis qofku u geli karaa inuu ka dhaxlo. sidaa laajigeed waxaynu aada ugula talinaynaa bulshada aynu jecelnahay caafimaadkooda iyo wanaagoodaba inay iska ilaaliyaan faytamiinkan noociisa in si saayida loo qaato. haddii faytamiinkan aada u baahantay ama jirkaaga uu ka dhiman yahay, waxaad ku heli kartaa marka koowaad inaad dhakhtar weydiiso faytamiinka ma looga baahanyahay se, laakiin muddo intee leeg baad u baahantay? ma inaad maalin qaadato, ma inaad wiyi qaadato, ma inaad bil qaadato? intaad wadi kartaa. faytamiinku limid lagu joojiya ayuu leeyahay, sida raashinka. haddii qofku iska daaqo khatar buu gelin karaa. weliba faytamiinkan aynu ka hadlaynaa waa halis badan yahay, oo saddexan tibis aynu tilmaamnay un maaha dhibtiisu aada bay u badan tahay. kidney failure waxa la yidhahaa ayuu sababi karaa oo keliyaha qofka inuu fadhiisiyo ama keliyuhu ay xanuuna. waxa uu ku sababi karaa qofka wadnahaba inuu istaajin karo oo wadnihiisa uu halis iyo khatar weyn gelin karo. dhibaatooyin noocaas oo aada u fara badan ayuu leeyahay. intaas ayaynu iska xasuusinaynaa, waana digninaynu bulshadeenna uga digayno. intaasaynu ku soo ururinaynaa su-aalaha imika laga bilaabo. waxaad aada inoogu soo weydiin kartaan dhinaca facebooka, manseecherka facebooka ayaad inooga soo qori kartaan, xataa kool ahaan qofku waa inoo soo diri karaa. insha allah waa intii ilaahay naga waafajiyo waa uga jawaabaynaa koolkiisa iyo qoraalkiisa. intaba komantiyadiina waa sidii oo kale insha allah. waxyaabaha kale dabcan xaggii gmailka isagana waad nooga soo diri kartaan qoraaladeennii caadiga ahaa ee aynu iskaga jawaabi jirnay. inahaas ayaynu ku soo ururaynaa. fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.